10 تطبيقات غريبة. هناك تطبيقات تعتبر من أعظم الابتكارات في العالم الرقمي، قامت بتسلية ومساعدة الناس حول العالم لسنوات. فبعض التطبيقات مثل Clash of Clans أو Angry Birds كانت شهيرة للغاية، وفي نفس الوقت هناك تطبيقات أخرى واجهت صعوبة في تحقيق الشهرة والأرباح، وبعضها لم ينجح مطلقا بسبب فكرتها السخيفة. اليوم نعرض لكم بعض التطبيقات الغريبة التي كانت تحمل من الأب ستور. الأول، طبقا لرغبتك في معرفة أخبار عن عائلة كارديشيان، كان هناك تطبيق مصمم لمنع أي إعلانات تخص هذه العائلة من الظهور على هاتفك، حيث يمنع أي روابط أو فيديوهات أو صور بها مفاتيح كلمات متعلقة بعائلة كارديشيان مقابل 99 سنت. الثاني، عام 2011 ابتكر رجل من كوريا الجنوبية تطبيق يقول إنه يحمي الرجال من الوحدة. التطبيق يسمى عزيزي هذا أنا، حيث يرسل رسالة صوتية من عارضة أزياء كورية 4 مرات يوميا. الرسالة عبارة عن سيدة تتحدث عما فعلته طوال اليوم وما الذي تناولته على الإفطار وحتى رسالة وداع قبل النوم. أصبحت العارضة حبيبة رقمية للكثير ممن اشتروا التطبيق، وساعدت الكثيرون منهم على تحمل وحدتهم. الثالث، تطبيق سحب سريعا بعد عرضه على الأب ستور ويسمى بهزاز الرضع. ففي التطبيق يقوم المستخدم بهز التليفون، وهنا يتم عرض صورة لرضيع من أجل إيقافه عن البكاء. المرعب أن التطبيق كان يقتل الرضيع، حيث يعرض علامة إكس حمراء على أعينهم، والهدف هو أن تهز الهاتف كثيرا حتى يهدأ الرضيع. وبعد سحبه أعلنت منظمات حقوق الطفل أنه يوحي بالكثير من العنف. الرابع، لو تمنيت من قبل أن تقوم بفرقعة بعض الحبوب ولكن لم تجد الحبوب على وجهك، حسنا فلعبة مفرقع الحبوب مناسبة تماما، فهي تسمح للمستخدم بفرقعة مجموعة من الحبوب مختلفة الحجم والتي تتطلب مستوى مهارة مختلف. الخامس، تطبيق يسمى كونفوسيو كان موضوعا لمساعدة المسيحيين بالاعتراف بخطئهم لله دون الذهاب للكنيسة، حيث تقوم برسم نمط على شكل الصليب وتعترف بخطيئتك أمامه، ومن ثم تتلقى الصلوات والأدعية من هذا العالم الافتراضي. لم يتم الاعتراف به من قبل الكنيسة أو أي منظمة دينية، ولكن الكنيسة الكاثوليكية صنعت تطبيقا خاصا بها وسمته كونفينشن مقابل دولارين. السادس، من أحد أكثر التطبيقات فعالية في الأب ستور هو رانند بي، فقد ساعد مرتدي السينما على معرفة متى يجب أن يقوم ويستخدم المرحاض، كما أنه يخبرك بالأجزاء التي لم تشاهدها في الأفلام بينما كنت في دورة المياه، ويوجد به ميزة إخبارك بقصة الفيلم لو وصلت متأخرا. السابع، لو كنت تنتظر تطبيق يعرض لك خريطة لكل مكان ذهبت لزيارته، فتطبيق بليسس هيبوبد يمنح المستخدم وضع علامة في أي مكان ذهب إليه مع تسجيل البيانات لأي استخدام مستقبلي. ساعد التطبيق الكثيرون على تذكر العديد من المواقع والمطاعم التي زاروها وسيرغبون في زيارتها مجددا. التاسع، الآن ننتقل إلى أشهر تطبيقات العالم، Game for Kids، وهو لعبة القطط، حيث يفضل تحميلها على التابلت. فيه تطارد القطة الفأر التخيلي الموجود على الشاشة، وعندما أطلقت اللعبة حققت شهرة كبيرة جدا حتى تحدثت عنها جريدة نيويورك تايمز. العاشر، أحد أكثر التطبيقات التي لا فائدة لها كانت لعبة تسمى Hold On، تتحدى المستخدمين لترى من يستمر في الضغط على الشاشة لأطول وقت ممكن. أما نحن فلن نعلق على هذا التطبيق. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الإشعارات، ولا تنسى لايك للفيديو.